ونذهب إلى فقرتنا التالية وهي فقرة حواء. دائما أكون سعيدة وأنا قادرة على إقناع سيدات وشابات بالظهور أمام الكاميرا والوقوف أمام الكاميرا لأول مرة للحديث عن تجربة ما، إنجاز ما، أو الحديث عن موهبة كل واحدة منهن. فحلو أنه معا نكسر هذا الحاجز الخجل والتحدث إلى الناس والوقوف أمام الكاميرا. في فقرتنا هذه تنضم لنا هند. هند بعد دراستها الجامعية هي لها هواي مواهب، يعني تحب الألوان، تحب الرسم، تحب التطريز، وهي مجتهدة وناجحة في مجال فن التجميل. اليوم تقف أمام الكاميرا لأول مرة ونرحب بها. كملت دراستها الجامعية وبعد ذلك اتبعت شغفها وموهبتها. نشاهد معا هند في هذا التقرير. في هذه الفقرة هند. هند تعشق الرسم والتطريز والتصميم والمكياج. اليوم تعرف أكثر على شخصيتها وعلى طبيعة عملها. أهلا وسهلا بك. أهلا استرقية. أهلا بيت. يلا احكي لنا بالبداية شلون بدأت مشوار، بدأ مشوار شوية الألوان. والله أنا يعني هوايتي من أنا وصغيرة إنه الرسم. وفترة المتوسطة أحب أطرز يعني هواية. فيعني الهوايات هذه كانت ماخذة كل وقتي، فدائما شوفيني بالمكتبة يعني من المدرسة والمكتبة، يعني ساعات طويلة أقعد أرسم. شوية يعني من كبرت تعرفين كل بنت لازم إنه شغلة المكياج يعني تستقطب اهتمام البنت من فترة المراهقة، فبلشت من فترة المراهقة إنه أستخدم الميك اب. فلأن عندي موهبة الرسم حسيت نفسي أنه عندي قدرة أنه على طريقة أنه الميك اب أنه أخذ أي لوك أقدر أعمله. فيعني كنت أخذ صور شريهان غير مطربات، يعني بذاك الوقت يعني ما كان في تكنولوجيا ونت، ويعني أنه تقدرين تشوفين يعني العالم كله، فكان محصور بعدد فنانات قليل. فكنت اتبع ستايلاتهم في الميك اب وفي اللبس. تطبقيها عليش ولا على لا على نفسي في البدايه؟ اي. فبعدين بايام الجامعه كانوا تصير مناسبات لصديقاتي وكانوا يطلبون من عندي انا اعمل لهم المكياج. فحسيت نفسي انه انا مو بس اقدر اعمل لنفسي، انه اقدر اطبق الميك اب على غيري. فأخذت هذه الموهبة وبلشت شغل فيها. الآن المكياج اختلف عن السابق. سابقاً أنه يستخدمون فاونديشن الكامل الوجه لون واحد، واللي هو السمرة يحطولها غامق والبيضة. الآن لا، تغير. يعني الآن الوجه نحط له ثلاث أنواع فاونديشن حتى نضبط اللوك، اللي هو عن طريق الكونتورينج. الكونتورينج هو شو اللي يعني اللي ما يعرفون الكونتور؟ الكونتور هو تحديد الملامح، يعني انه ضوء الشمس من يضرب في الوجه في مناطق تصير مضيئة، اللي هي الجبهة وجسر الأنف والذقن والوجنة. فهذه نبرزها بالهايلايت ونعمل الكونتور تحديد الأنف اللي هو كرسي الخد والذقن يتحدد بالكونتورينج. طيب نشوف عملي. يلا راح نبلش بأساسيات المكياج. نستخدم الفاونديشن، ودائما استخدم بيوتي بلندر افضل شيء لتوزيع الكريم الاساس. وجه العارضة اللي هو يكون على شكل القلب
بس بنفس الوقت عندها الفك يعطي على شكل مربع، فمحتاجين نعمل كونتورينج. الآن نستخدم بستيك فاونديشن لعمل الكونتور لتحديد ملامح الوجه. نلاحظ وجه العارضة بهذه المنطقة فيها عرض، نعمل لها الكونتور فقط بهذه المنطقة. هي ما عندها جبهة واسعة، فنعمل لها الكونتور خفيف في الجبهة لأن ما عندنا مساحة كبيرة حتى نصغرها، أوريدي هي صغيرة. الآن نعمل بلند للستيك فاونديشن، ندمج الألوان اللي هو أساس الوجه البيج مع اللون الغامق والهايلايت. أهم شيء بالكونتورينج إنه ما نبين حدود ال يعني هذه الحدود اللي عملناها، إنه تندمج مع بعض، تتداخل الألوان، ما يكون محدد وإنما يكون مظلل. منطقة الهالات هي أهم منطقة في الوجه، يعني اللي الكل يعاني من عندها انه اللون يكون رمادي. فحتى نتجنب اللون الرمادي لازم نستخدم اللون البرتقالي، ندمجه مع الكونسيلر البرتقالي مع اللون